معلومة طقسية. طقس صلوات اليوم سنوي. صلوات الأجبية بالقداس حتى الساعة السادسة. الصوم لا يصام لأنه فطر كامل. الألحان فاي بيبي وطاي شوري، ويقال لأنك أتيت وخلصتنا. القراءات تقرأ فصول اليوم من القطمارس السنوي. الأوشية الموسمية الزروع والعشب. التوزيع المزمور 150 والمدائح بالطريقة السنوي. ختام الصلوات اسمه إنسيتي نمنيسيم، بارك الزروع والعشب. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم السادس والعشرون من شهر باب المبارك، أحسن الرب انقضاءه وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي، آمين. في مثل هذا اليوم استشهد القديس تيمون الرسول، أحد 70 رسولا الذين عينهم الرب وأرسلهم للكرازة، ونال هذا القديس مواهب شفاء المرضى وإخراج الشياطين، ولازم الآباء الرسل ونال معهم نعمة الروح القدس يوم 50. وبعد أن أقام مدة في خدمة الشماسية وضع عليه الرسل اليد أسقفا على بصرة وعمد الكثيرين من أهلها، فغضب الوالي وقبض عليه وعذبه وأحرقه بالنار، فنال إكليل الشهادة. بركة صلواته فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا استشهد 7 شهداء الذين قتلهم البربر بجبل القديس العظيم الأنبا أنطونيوس أب الرهبان، بركة صلواتهم فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. من مزامير أبينا داود النبي، بركاته على جميعنا. أدركته ببركات صلاحك، ووضعت على رأسه إكليلا من حجر كريم. مجده عظيم بخلاصك، مجدا وبهاء عظيما جعلت عليه. هللويا. الإنجيل المقدس، فصل من إنجيل معلمنا مارلوق البشير، بركاته على جميعنا. وبعد ذلك عين الرب 70 آخرين أيضا، وأرسلهم 2 2 أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع، حيث كان هو مزمعا أن يأتي. فقال لهم: إن الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. اذهبوا، ها أنا أرسلكم مثل حملان بين ذئاب، لا تحملوا كيسا ولا مزودا
ولا أحذية ولا تسلموا على أحد في الطريق، وأي بيت دخلتموه فقولوا أولا سلام لهذا البيت. فإن كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه، وإلا فيرجع إليكم. وأقيموا في ذلك البيت آكلين وشاربين مما عندهم، لأن الفاعل مستحق أجرته. لا تنتقلوا من بيت إلى بيت، وأي مدينة دخلتموها وقبلوكم فكلوا مما يقدم لكم، واشفوا المرضى الذين فيها، وقولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت الله. وأية مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا حتى الغبار الذي لصق بنا من مدينتكم ننفضه لكم. ولكن اعلموا هذا، إنه قد اقترب منكم ملكوت الله. وأقول لكم إنه يكون لسدوم في ذلك اليوم حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. ويل لك يا كورزين، ويل لك يا بيت صيدا، لأنه لو صنعت في صور وصيدا القوات المصنوعة فيكما لتابتا قديما جالستين في المسوح والرماد. ولكن صور وصيدا يكون لهما في الدين حالة أكثر احتمالا مما لكما. وأنت يا كفر نحوم المرتفعة إلى السماء ستهبطين إلى الهاوية، الذي يسمع منكم يسمع مني، والذي يرزلكم يرزلني، والذي يرزلني يرزل الذي أرسلني. فرجع السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء، ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو، ولا يضركم شيء. ولكن لا تفرحوا بهذا، أن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت في السماء. والمجد لله دائما.
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنعمه ربنا هنتامل مع بعض في قراءات اليوم الاثنين الخامس من شهر نوفمبر سنه 2018 الموافق 26 بابا سنه 1735 للشهداء. وفي هذا اليوم بنحتفل باستشهاد القديس تيمون الرسول احد السبعين واحد السبعه شغمسه، وايضا تذكار السبعه شهداء بجبل انطونس. يعني الخط العام بتاع القراءات النهارده بيتكلم على الاستشهاد او الشهاده للمسيح. في مزمور عشيه في المزمور الخامس يقول وليفرح جميع المتكلين عليك الى الابد، يعني هنا في فرح لجميع الذين يتكلون على الله. في انجيل عشيه في من انجيل معلمنا متى الرسول الاصحاح العاشر يقول ليس تلميذ أفضل من معلمه وليس عبد أفضل من سيده، يعني كأن كما أن السيد المسيح له المجد جاز في طريق الألام وكان رجل مختبر ألم وكانت حياته كلها فيها حياة الألم وعاشها عشان من أجلنا، أذلك ليس تلميذ أفضل من معلمه ولا عبد أفضل من سيده. في مزمور باكر المزمور 34 يقول كثيرها هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب، يحفظ الرب جميع عظامهم واحدة منها لا تنكسر. إذا نطلع من قراءات عشية وباكر قبل الإنجيل ليفرح جميع المتكلين، هنا في فرح بالرغم من في شهادة لكن فرح، وفي حفظ أيضا يحفظ الرب جميع عظامهم واحدة منها لا تنكسر وينجيهم من جميع هذه الألام. إنجيل باكر من إنجيل معلمنا يوحنا الإصحاح 12 إن اللي كانوا صاعدين ليسجدوا في العيد طلبوا أن يروا يسوع، فسألوا فيلبس وفيلبس سأل أندراوس لغاية ما وصلوا السيد المسيح للمجد، وقال السيد المسيح قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان، وكأن الألام بها المجد، أي ساعة الألم والموت هي ساعة المجد. إذن ليفرح جميع المتكلين عليه وليس تلميذ أفضل من معلمه، وبالرغم من أن الألام والأحزان كثيرة لكن النجاة والحفظ موجود، وإعلان أن ساعة الألم هي ساعة المجد، وأن من يحب نفسه يهلكها ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية، وحيث أكون أنا هناك يكون خادمي. دي من الإنجيل باكر. ومن يخدمني يكرم أبي. في قراءات القداس البولس من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس الإصحاح 11 يوضح أن الألام التي تعرض لها معلمنا بولس الرسول وكيف أنه تعب أكثر من جميع الرسل، ولذلك كانت هبة وعطية فرط الإعلانات، لما قال إن أنا من أجل كثرة الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد، ويتكلم عن إنسان وهو يتكلم عن نفسه أن إنسان اختطف إلى الفردوس وهناك نظر ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن. يعني ارتباط الألم والأتعاب اللي تعبها القديس بولس الرسول كانت سببا في فرط الإعلانات والمجد الذي أخذه، و هكذا وهذا هو اكتمال الألم يتحول إلى مجد، فنحن نتألم مع المسيح لكي نتمجد معه. الكاثوليكون يتكلم عن الحجر الحي المرزول من الناس، إذ كان السيد المسيح له المجد العود الرطب قد رفض من اليهود وقالوا أسلبه أسلبه، فكم وكم نحن اليابس. في الإبراقسيس من سفر أعمال الرسل الإصحاح السادس تقاثر التلاميذ، الاستشهاد كان سببا في زيادة عدد المؤمنين بالمسيح، فكانوا في ساحة الاستشهاد حينما يرون الإكليل نازل من السماء بواسطة الملائكة على رأس الشهيد يؤمنون بالسيد المسيح بالمئات من طالبي موت الشهيد. يبقى كانوا رايحين عشان يصلبوه أو يرجموه، ولكن بسبب بركة الإكليل الشهادة والعظمة اللي شافوها والقوة اللي كان بياخدها الشهيد كان يؤمن هؤلاء الذين كانوا يقتلون
الشهداء. اختيار السبعة شمامسة ومنهم تيمون الشهيد هو شفيع هذا اليوم الذي نحتفل به في هذا اليوم. وهكذا نرى أيضا استفانوس ومعاه القديس تيمون الشهيد وغيرهم قد نالوا إكليل الشهادة. في مزمور القداس المزمور 20 يقول: ووضعت على رأسه إكليل حجر إكليلا من حجر كريم، مجده عظيم بخلاصك، مجدا وبهاء عظيما جعلت عليه هللويا. يعني هنا الشهادة كانت سببا في أن هناك إكليل من حجر كريم يوضع على رأس الشهيد. الإنجيل القداس من إصحاح العاشر من إنجيل معلمنا لوقا، وفيه تعيين 70 رسولا آخرين لازدياد الخدمة وعدد المؤمنين، ويقول رب الحصاد هو الذي يختار الفعلة. ربنا ما حدش بيفرض نفسه عليه، لكن الله هو الذي يختار، حتى أنه قيل أنه يختار الجهلاء لكي يغذي بهم الحكماء. وأيضا رسالة الآباء الرسل هي رسالة سلام، يقول كده: إن أنا أرسلكم كحملان وسط ذئاب. ويقول كده إن كل بيت دخلتوه قولوا سلام لأهل هذا البيت. إذن رسالة المسيح هي رسالة سلام، ومن ألقاب السيد المسيح أنه ملك السلام. قال لهم اعطوا سلام، وأيضا منح الشفاء، اشفوا المرضى واخرجوا الشياطين وطهروا البرص. هكذا يقول لهم: رسالتكم أيها القديسين الرسل هي أنكم تقولون لقد اقترب منكم ملكوت السماوات. عشان كده أي خدمة داخل الكنيسة تخلو من دعوة للتوبة وإختار الآخرين بأن ملكوت السماوات قد اقترب هي خدمة غير ناجحة وغير فاعلة. يقول السيد المسيح عشان يديهم قوة أيضا، يقول لهم: الذي يسمع منكم فقد سمع مني، والذي يرزلكم يرزلني، والذي يرزلني يرزل الذي أرسلني. إذن هنا قوة الكرازة في أن الكرامة التي للرسل وللكهنوت المسيحي هي رجعة أن من يكرم الرسل وخلفائهم فقد أكرم السيد المسيح له المجد. رجع التلاميذ أو الرسل فرحين، وكان فرحهم بسبب السيد المسيح صححه، فرحوا وقالوا: حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فحول السيد المسيح نظرهم إلى أهمية الفرح بأن أسماءهم مكتوبة في السماوات، مكتوبة وليس ستكتب. اسمك أيها الأخ الحبيب المختار من الله المؤمن باسمه والذي تعمل وصية الله، اسمك مكتوب، مكتوب في السماوات. نخلص من قراءات هذا اليوم أيها الإخوة الأحباء بأن الاستشهاد أو الشهادة للمسيح هي فرح، وهي حفظ ونجاة ومجد وإعلانات سمائية وإكليل من حجر كريم وحياة أبدية. هذه هي بركات الاستشهاد، وبركات الاستشهاد، وأن الاستشهاد هو الذي يقوي جسد الكنيسة المنظورة. ولربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، أمين.